السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم. نبدأ الفيديو بتاعنا بالصلاة على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شفتوا المثل الشعبي اللي بيقول لك ضربني وبكى وسبقني واشتكى؟ نادي الزمالك عشان خايف من عقوبات صارمة هتنزل على دماغه ودماغ لاعبته وجهازه الفني، ها رايح يصدر بيان. يعني ايه؟ انا هعمل زي النادي الاهلي. النادي الاهلي صدر بيان وصدر فيه 4 حاجات طالبهم، فانا هعمل زي النادي الاهلي وهعمل بيان. بس انت بيانك ملوش اي شيء من الصحة. اولا بيطلب معاقبة لجنة التحكيم وحكم المباراة بالحكم الفاجر اللي حصل في المباراة. انا معاك في دي، لان المباراة حصل فيها احكام فاجرة بس لصالح نادي الزمالك. تمام. الحاجة الوحيدة اللي لصالح نادي الزمالك اعادة ضربة الجزاء اللي هي مش ضربة جزاء اصلا. واخدين بالكم الموضوع؟ يعني اعادة ضربة الجزاء اللي اللاعيبة دخلت المنطقة وهو زيزو داخل يسدد، اللي هي اصلا مش ضربة جزاء، اللي البنا جابه، ها هي صورة واحدة مفيش غيرها، والقانون بيقول لازم يكون كذا اتجاه للكرة عشان تنادي حكم الساحة. هو ملوش الا زاويه واحده ومش مبينه ان كانت جت في ايده ولا لا، وحسبوها ضربه جزاء. ما علينا، هو البنا اللي حسب ضربه الجزاء هو اللي ما حسبش الكوره وهي على الخط. انت عايز فجر ايه اكتر من كده؟ تمام. تاني حاجه، ها وبيقول لك ايه بقى الحكم بقى للتحكيم بقى، يعني يا ريت ما يكونش بفعل فاعل. فعل فعل ايه يا عم الحاج؟ هو انت بتكسب الا بالتحكيم؟ انت ماتش حساب عبد المجيد الماتش اللي فات، ها يطرد من سيراميكا في الدقيقه 21 وهي سيراميكا غلبة 1-0. الماتش ده زيزو يطرد بعد اللي عمله مع حكم الرايه. ها يا جدع انت ايه اللي انت وكلام اخر جوميز زق حكم الرابع في صدره على الخط ودخل الملعب اكتر من مرة. فين الناس وفين لجنة الانبساط؟ هتعمل ايه؟ انا مستني لجنة الانبساط اشوفها هتعمل ايه. اللائحة بتقول الزغدة بتاعت جوميز دي 8 مباريات و100 الف جنيه غرامة. تمام. عبد الله السعيد اداكوا كشاف كده وهو خارج. عبد الله السعيد اعتراضا على الكرة انها ما اتحسبتش جون بمناسبة عيد الاضحى طبعا، داخل ينطح الحكم. يعني دخل ينطح الحكم، واللي يغيظك ان احمد الغندور ما خدش اي قرار ضده. فما نلومش بقى على بتاع الرايان وما ناداش حكم الساحة. ما هو شايف حكم الساحة بيتضرب جوه، هناديله انا هنا عشان لعيب زعقلي وشتمني؟ ما انا شايفه بيتضرب جوه، سيبه بقى. فكل الحاجات دي ان ما اتكتبتش في تقرير فلجنة المسابقات مش تاخد بيها حاجة. بس هنا بقى دور لجنة الانضباط. فين الانضباط في الملاعب يا لجنة الانبساط؟ يا اللي خدتوا عقوبة كهرباء من موبايل. لا دي الكاميرات كلها مصورة وكل اهو، عايزين نشوف قرار اللي انا متأكد انه مش هيطلع. لان احنا كلنا هنا نعمل لخدمة نادي الزمالك فقط. نروح بقى لبعد كده. نادي الزمالك بيطالب بلجنة بره اتحاد الكرة وبره لجنة المسابقات، ها تنظم جدول الدوري عشان ايه؟ الفرق تلعب كل بالترتيب في الدور الاول. يعني مع ان الزمالك ليه 3 مباريات والاهلي ليه 3 مباريات. لا الزمالك ليه مباراتين والاهلي ليه 3، يعني يعتبر ماشيين بالتساوي. تمام. وبيقول لك الماتش المؤجله. طب الاهلي كان بيتاجل له عشان كان بيلعب في افريقيا، انت كان بيتاجل لك ليه؟ تمام. انت مع فيوتشر ما تاجلوش ولا ماتش. انت مفروض ماتشك يبقى بماتش فيوتشر. انت لما رجعنا للدوري كان الاهلي لعب 15 مباراه وانت لعب 15 مباراه من البطوله الافريقيه. تمام. ولا انت عايز لجنة ايه؟ عايز لجنة مجاهد. لجنة مجاهد اللي هتديك الدوري.
لجنة مجاهد اللي الكابتن حسين لبيب طلع بنفسه على الهواء، على الهواء في احد القنوات قال لك احنا باتفاقنا مع احمد مجاهد ضغطنا جدول الدوري على الاهلي عشان يقع عشان ناخد الدوري. هي دي اللجنة اللي انت عايزها؟ نروح بقى لأهم حاجة يا جماعة، كل اللي بيحصل ده بيتمهد له من بدري، ولو تابعتوا منشورات خالد الغندور الثلاث ايام اللي فاتوا على الفيسبوك وعلى تويتر هتلاقوا ان ده مخطط معمول عشان الزمالك يبوظ الدوري وعشان يهرب من ماتش القمة قدام الاهلي. هو الزمالك لما يبقى واقع يجيب ورا. انت فرقت ايه عن المجلس اللي فات بتاع احنا خدنا كاس الكرامة لما انسحب، ولا عن اتوبيس اكتوبر اللي ما جاش العيال راكبين الاتوبيس وبيتفسحوا بيه؟ ما تنسحب يا باشا من الدوري، انسحب. الموضوع عادي يعني، انت واخد على الانسحاب وده كلام طبيعي وكل الناس واخده عليه. انتوا يا جماعه خايفين تواجهوا جماهيركم، انتوا خايفين تواجهوا جماهيركم ان في مشاكل في النادي ماديه وفنيه واداريه وكل حاجه، تمام؟ وكل ما السوشيال ميديا تيج تروح انتوا ايه داخلين باي قرار كده ايه ترادوا بيه الجماهير، تمام؟ لكن في جماهير واعيه وفاهمه ان اللي انتوا بتعملوها دي كلها افلام ما تفرقش كتير عن ولاد رزق اللي عامل لكم حرقان في المزلقان. ها اعلان لعيبه الاهلي وكولر عامل لكم حرقان وتعب جامد. بس انا اقول لكم على حاجه، بلاش تركزوا مع ولاد رزق، لان لو ركزتوا التعب اللي جاي اكتر، تمام؟ نرجع للماتش الزمالك، خلوا كولر هو اللي زق الحكم كده، كنت عايز اشوف اعلام الزمالك هيعمل ايه. فيا جماعه من الاخر، كل الفيلم ده الزمالك عايز يبوظ الدوري، وده اتجاه وقاله احمد سليمان على الهواء مع سيد عبد الحفيظ مع مهيب، احنا نلغي الدوري، بس بيجيب الحجه في المنتخب. لا، انت عايز تلغي الدوري لانك في قاع الدوري، تمام؟ وعشان تلعب في دوري الابطال. بس هتلعب في دوري الابطال ازاي؟ ده انت بطل كونفدراليه قد الدنيا. الفريق اللي انت بتسانده اللي هو بيراميدز اللي مكتسح ده وطاير واخد مكانك، انت ما عرفتش تعمل زيه. خد مكانك في كل حاجه، حتى في الحصاله في بطوله افريقيا. فانت فريق فاشل، وهيبقى مصيرك مصير النادي الاسماعيلي، يفضل ينافس على الهبوط. تعالوا كده ارجعوا للترتيب، كان اهلي زمالك اسماعيلي من ساعه ما جه بيراميدز. طبعا كنتوا جايبينه بقى وبتشجعوه وبتساندوه عشان يوقع الاهلي، خد مكانك انت، رازع الكتف وخد مكانك يا بطل، تمام؟ ما نخرجش عن الموضوع ونروح لفيديو للكابتن سمير عثمان ونشوفه بيقول ايه للكابتن احمد الغندور والتحكيم المصري. اسمع الفيديو ده ونرجع لبعض تاني. على طاقم التحكيم، طاقم التحكيم بالكامل اللي في الملعب، يعني تهاونوا في حقهم في حاجات كتيره جدا، بدايه من الحكم الدولي احمد الغندور، وثانيا الحكم الدولي سامي هلهل، ثم الحكم الرابع عاطف حسين، اللي تهاونوا كتير قوي في حقهم النهارده كحكام، ولازم يبقى في حد يكلمهم ينصحهم. لو اللجنه مش بتكلمهم انا بقول لهم المباراه دي بصراحه للنسيان بالنسبه للتهاون في حقك انت كحكم. بس انا بتكلم في مشكله كبيره، هي شخصيه الحكم. اسوأ حاجه اما تبقى شخصيه الحكم انت مش عارف يعني تستخدم الشخصيه صح في كثير من الاحيان. النهارده طبعا كابتن الغندور، كان حضرتك تقصد شخصيته المفروض تكون اقوى شويه مع طبعا الأحيان. طبعا احمد تهاون في حقه، وسامي هلال تهاون في حقه، وعاطف حسين تهاون في حقه، الكلام ده مرفوض تماما. انما التهاون في حقك كشخصيه دي مشكله يا عضا. انا بحب احمد جدا، بس الا الشخصيه، الشخصيه دي خط احمر لاي حكم في العالم. خطا سليم تم احتسابه من حكم المباراه قرار فني، انما لا يمكن لا يمكن عبد الله سعيد يخش براسه كده في الحكم يسكت. لا، انا بالنسبه لاحمد هنا بصراحه لا يمكن. انت حكم دولي، انت حكم دولي، انت قرارك الفني صح. انت تسيب لعيب بغض النظر عن امكانيات اللعيب ده يخش في براسه كده فيك انت؟ طب انت هتديله، هتعاقبه امتى؟ انت هتعاقبه يا احمد امتى وانت حكم دولي كبير كل الناس بتتفرج عليك ومن الحكام فنيا كويس؟ انما شخصيا النهارده لا، عندك مشكله كبيره. نلعب الكوره بس. ايوه، هنا القانون بيقول لك لابد ان الكره، في رسم توضيحي من المجلس الدولي التشريعي لكره القدم هنجيبها. لازم يا محمد الكور دي لازم انت الكره تشوفها بالكامل، لو فيها شعره، لو جزء منها زي رسم التوضيحي والكور دي اللي على الارض، طالما ان في جزء من الظاهر. وفي حاجه انا برضه عاوز اقولها لك، سمك الخطوط من سمك القائم والعارضه، تمام؟ فطالما في جزء بسيط
مدى مش باين يبقى الكره دي مش بكامل محيطها او كامل الصدر الجزء بالظبط. انا اسالك سؤال، انت شايف الكره بالكامل؟ لا خلاص يبقى الكره مش جول. بس هي سهله تمام، هنا قرار الحكم لا يوجد هدف تمام، بقوا ما حسبوش خلاص الكره طلعت قوي ترسم. بص اللعيب بيقوله ايه ده، قاعد بيزعق له بالشكل ده وانت حكم دولي؟ لا الشاره الدوليه مش سهله، اللي يحط الشاره الدوليه مش سهله، الكلام ده يزعق الناس بس الناس اللي بيتفرجوا عليه هيفهموا اللي انا بقوله. انت تمسك شاره دوليه وانت سامي حكم كبير؟ يبقى لا. من حالات المباراه اللي هو التهاون الحكم الرابع، مدرب الزمالك دخل واللعب شغال، يبقى لازم ركله حره غير مباشره وانذار. بص هيعمل ايه تاني بقى، بيمسك الحكم ايوه وبعد كده بيزقه. ده في اي دوري ده؟ وانت كحكم رابع هنا بتحمل عاطف حسين مسؤوليه، انت ازاي ما تناديش الحكم المباراه وتقول ان راجل اعتدى عليه؟ ده اعتداء، ده بيزقه في صدره ازاي؟ ده منظر لا يمكن. اتمنى من كل الحكام اللي بيتفرجوا ما يتفرجوش على المنظر ده، ما يقولوش الحكام دي النهارده ماتش التحكيم للنسيان بامانه للنسيان. انا كحكم دولي كمساعد حكم عاطف حكم خماسي مساعد، المدرب يزقه بالشكل ده وانت ما تستدعيش الحكم؟ هتستدعيه امتى يعني؟ تستدعيه امتى يعني؟ اه المدرب متضايق ومتنرفز وقطاع ومن وجهه نظره في اخطاء تحكيميه والكوره دخلت او ما دخلتش، انما الدفعه دي وانت شايف لازم يكون هنا في قرار لازم يستدعيه، لازم يستدعيه يا محمد، ده بيزقه في صدره يعني انت هتستدعيه امتى؟ اما يشنكلك ويقعك على الارض. شفتوا يا جماعه الكابتن احمد سمير عثمان قال ايه، ولا الكابتن سمير عثمان قال ايه؟ قال لك الكابتن احمد الغندور الشاره الدوليه دي مش شاره وخلاص، انت حكم دولي لازم يكون ليك وزنك في الملعب. عبد الله السعيد ما يخشش يرزعك بالدماغ كده ولا ينطعك كده وانت واقف، ما تدلوش اي قرار. حكم الرايه اللي اتشتم ده من زيزو مفروض كان نادالك وانت اديته انذار. جوميز كان مفروض خد كارت احمر وترمى في المدرجات تمام ويستنى عقوبه لجنه المسابقات، لكن كل ده ما حصلش، وكل ده تفريط، وكل ده مجاملات لنادي الزمالك اللي هو دلوقتي بيجوا عليكم. ما هو بيقول لك من اعانى ظالم ذل على يدي، فانتوا عشان بتعينوا الزمالك ودايما تعرضوا له ودايما بتفوتوا له، هو اللي بيديكوا على عينيكوا وعلى وشكوا تمام. لعيبه الزمالك كان عندها هيجان امبارح لانها يا باشا هي شايفه ان هي محصنه، اللي بتعمله ده طبيعي. حسام عبد المجيد يطرد في سيراميكا، عواد يضرب بعض هو وحسام عبد المجيد والحكم ما يتدخلش تمام، وفي الاخر الكابتن عبد الواحد السيد يطلع يقول لك ايه، احنا بنخصم 25% من عقد عواد اللي احنا مضطهدينه عشان كده كده مش عايز يجدد وهنمشيه وهيمشي. راح عواد عامل ايه بقى على منصة اكس اللي هي تويتر، راح مطلع لهم ايه صاحبكم ده واد نصاب، وهاتوا الفلوس اللي عليكم، اغنية حمادة هلال هاتوا الفلوس اللي عليكم تمام. يعني انت بتخصم 25% ما يعادل 4 مليون جنيه، هو ماضي ب 16 انت خصمت منهم 4 وليه 12 ما خدش حاجة الراجل، راح مطلع تويتة وقال لكم هات الفلوس اللي عليكم تمام، بعد شوية شالها ماشي. بس احنا بنشوف الدنيا ماشيه ازاي جوه نادي الزمالك. راح اسلام صادق على الفيسبوك مطلع تويته او بوست في كلمتين، نادي الزمالك بدا مخطط تطفيش عواد، هو كده كده عواد مش هيمضي تمام، مش هيمضي لان الراجل بيقول لك انا جاي لي عروض وانا ما خدتش اصلا فلوس من الزمالك عشان امضي له. فشوفوا يا جماعه الزمالك بيخطط لايه من فتره، سيبكم من الماتش ده، الماتش ده لو المصري او اي ماتش تاني هو الزمالك عارف انه هيقع. اي ماتش نعمل فيه البوليكه دي عشان ايه؟ نهرب من ماتش الاهلي، نهرب من ماتش القمه. ما هو مفيش مجال ان لجنه المسابقات تقول لك ايه ماتش القمه ناجله لاجل غير مسمى لظروف امنيه، مفيش مجال للكلام ده ومجال ان احنا نجامل بقى. الدوري مضغوط والدوريات في العالم كلها خلصت ودي مطوشة لازم تتلعب، فاحنا نعمل ايه؟ نعمل بوليك عشان يبقى فيه سبب للانسحاب. بعد اذنكم يا جماعة لايك وشير وقولوا لنا رأيكم في التعليقات، الزمالك ليه عايز ينسحب وعايز يسيب البطولة وبيهدد في البيان بتاعه المضحك بيان الضحك والفرفشة بالانسحاب.
وعايز لجنه من بره اتحاد الكوره ولجنه المسابقات تنظم الدوري. تمام؟ هسمعكم فيديو الرضا عبعال ها وهو بقى ايه بيتكلم عن لعيبه بعينها وسايب لعيبه تانية. يعني بيتكلم عن لعيبه في عينها بالزمالك وسايب لعيبه تانية. يعني بيقول لك انت ما نزلتش ناصر ماهر ليه؟ طب اسمعوا الفيديو وبعدين نعلق عليه. اسمع الفيديو ونرجع لبعض تاني. وعايزين نسال ناصر ماهر مش موجود ليه؟ محدش يقول له مصاب. محدش يقول له مصاب لان الماتش اللي فات لما خرج هو كان زعلان الراجل وهو ما كانش مصاب اصلا. ما هو ده اتخبط خبطه عاديه في الماتش عادي وكمل عادي وكان ماشي زي الفل. بس تغييره كان فيه علامه استفهام. والنهارده خروجه من المعسكر خالص حتى لو هو مصاب خليه معاك على الدكه. لو احتاجته وينزل اما تقوليش اصلا انا خايف على ماتش الاهلي. لا كسبني النهارده وبعد كده فكر في الماتش اللي بعد كده. ولكن ما اعرفش هو دايما الراجل المحترم الغلبان في نادي الزمالك حقه مهضوم والراجل اللي ما بيعرفش يلعب هو اللي صوته عالي هو اللي بياخد كل الامتيازات. اخرها اللي اسمه دونجا ده. اللي اسمه دونجا ده انا ما اعرفش بيلعب بناء على ايه. مين اللي قريبه ولا عشان ان هو له كم موقع ولا في كم موقع هو بيعرف يتعامل معاهم فهم اللي مسيطينه. يعني ده ازاي يقعد وعمرو السيسي يمشي مثلا؟ يعني ككوره بقى وكضغط وكبرسي وكاستلام وتسلم. لا الاختلاف كل وجزء. طب نص الملعب تلعب بمحمد شحاته وزياد كمال اللي حاجه تفرح. يعني اتنين هيخلوا لك اللي هم بتوع قلب منتخب مصر الاولمبي هيخلوا لك النشاط والحيويه طول ال 90 دقيقه. انت مش حاسس ولا خايف من اي فرقه ولا خايف من اي لعيبه في نص ملعب في اي فرقه في مصر لو الاثنين دول موجودين وقدامهم ناصر ماهر. لازم تقعدوا مع الراجل ده وقول له الثلاثه دولت لو لعبوا مع بعض الفتره اللي جايه يكسروا اي خط نص في مصر في اي فرقه في مصر. ولكن انتوا ما بتسمعوش كلامه وسايبين الراجل الاول تماما. زيزو ضاع ضربه الجزاء وقام جاي خارج. هو انت بتلعب في الحاره يابا؟ وانت بتلعب مع اصحابك؟ هو حد مثلا خلاك؟ هو مين اللي ضيع؟ ما انت اللي ضيعت، ما حدش قال لك ضيعها. فانت تسيب الملعب وتقوم جاي سايب وتسيب النادي غرقان وتقوم جاي، لازم يبقى فيه وقفه. واخد بالك؟ ماشي ضربه الجزاء جون. ضربه الجزاء جون، لما جات لنا من الجنب لا جون، عدت كل محاوطها. ده مش سبب ان انت تسيب الملعب وتمشي. الحكم اخطا احنا مالناش فيه، بس انت تسيب الملعب وتزهق وتسيب لعيبتك لايصه وخسران 2-0 لا ده مش كلام. ارجع بقى للبنا هنا. طب انت بقى لما الكوره جت في العارضه ونزلت جوه ما عدتهاش ليه وقلت للحكم تعالى شوفها؟ لان الكوره دي جون. واخد بالك؟ فطبعا لو لفرق تانية بتحسب عادي ولا يرجع بقى للفار ولا بتاع ده، هو الحكم هيحسب ويقول لك بقى خلاص. حتى لو الفار قال له تعالى الموضوع انتهى على الطلاق، ما انا راجع وربنا ما انا راجع، انا حسبته خلاص. ده مع فرق تانية. شفتوا يا جماعه بيقول لك ايه؟ انا عايز اعرف جوميز ها راكن ناصر ماهر ليه؟ بيقولوا مصاب مع انه مش مصاب. انت حتى لو مصاب حطه معاك على الدكه ولو احتاجته نزله. يا عم انت بتكلم ناس مجانين؟ ازاي لو مصاب حطه على الدكه ولو احتاجته نزله؟ نزله ازاي هو مصاب؟ انت مكسوف تقول ان ناصر ماهر اتخانق هو وزيزو في اوضه اللبس او في التدريب وضربوا بعض فعشان كده توقف؟ ها؟ انت مش عايز تقول كده عشان انت ضلالي ومنافق. لو انت طالع تقول الحقيقه قول الحقيقه. قول ناصر ماهر وزيزو ضربوا بعض في اوضه اللبس او ضربوا بعض في التمرين قدام المدرب فعشان كده استبعدوا من القائمه. لكن طالع تقول لي مش عارف ايه وطالع يا عم بطل كده. يقول لك ايه والجون؟ الجون جون، احنا شفناها لما شفناها جون. انت شفتها جون بعينك الضلاليه انت. انت شفتها جون بعينك الضلاليه. يقول لك كانت المفروض ركنه الجزاء تتعاد. تتعاد. هي مخالفه، اللعيبه دخلت قبل ما زيزو يشوط، بس هي اصلا مش ضربه جزاء. فاهمني؟ ولو اتحسبت وتعادت ودخلت وتعادلت كنت هتعملوا ايه؟ هتفضل في المركز ال 11 زي ما انت. انت ده مخطط بتعملوه عشان تخلعوا من ماتش القمه. شفتوا يا جماعه الزمالك عامل البوليكه دي كلها ليه؟ واعلام الزمالك المضلل اللي اولهم خالد الغندور ها
اول ما تلاقي خالد الغندور على الفيسبوك بينوه على حاجات تعرف ان دي قرارات جايه من الاداره. الاداره عايزه تراضي نادي الزمالك وخلاص. الاداره عاجزه مش عارفه تعمل حاجه، مش عارفه تصرف، محدش بياخد فلوس، كل اللعيبه ليها فلوس، الزمالك معهوش فلوس يخلص شحاته من النادي بتاعه 9 مليون جنيه. مفروض شحاته اخر الموسم يرجع ناديه. هو واخده عاره بتفعيل البيع، تدفع البيع امتى؟ تدفع 9 مليون جنيه، هو الزمالك ما فيهوش 9 جنيه اصلا. تمام؟ فالموضوع اكبر من ماتش المصري. ده مخطط الزمالك بيعمله لافساد الدوري وممكن الغائه، بس ده طبعا عمره ما هيحصل. غير كده يبقى عندنا حجه ننسحب من ماتش القمه ونقول ايه؟ احنا خدنا كاس الكرامه زي المجلس السابق. ده كان كل الكلام اللي عندنا يا جماعة. ولو هنقعد نتكلم في واقعات الزمالك ومتشت الزمالك عايزين ايام كتيرة نتكلم. شكرا ليكم، وبعد اذنكم لايك وشير، واللي ما اشتركش في القناة اشترك وفعل زر الجرس، فعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد وحصري. لينك الفيسبوك في الوصف تحت، خش واعمل متابعة. شكرا ليكم والسلام عليكم.